زي ما انتم شايفين النادي الاهلي حقيقه خبر ده اسعدنا جدا، وهو ده البدايه بتاعتنا، لان هو ده الهدف الحقيقي، توسيع القاعده يعني ناشئين ومواهب، يعني فرق جيده، يعني منتخبات جيده، وهي دي رساله النادي الاهلي. الحقيقه احنا بنشكر مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وبنشكر كل القائمين على هذا المشروع، وبنتمنى لهم كل التوفيق. ده كان الخبر الاولاني المهم اللي محتاجين نحط عليه الضوء، اللي بنبتدي بيهم دايما ابدا اخبارنا المهمه قوي اللي بنبتدي بيها. احنا متابعين طبعا الخبر الثاني، احنا متابعين كل ولادنا المهاجرين بره او اللي بيلعبوا في جامعات او المحترفين وادي النادي الاهلي المحترفين بره. عندنا نموذج مشرف شرف مصر كلها، وانتم عارفين طبعا ان القياده السياسيه طبعا الحاليه برئاسه طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي اهتمام كبير جدا بالمراه المصريه. لما نلاقي لاعبه مصريه يعني 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 بنت النادي الاهلي منذ الصغر وراحت لعبت في الجامعات الامريكيه لكره الطائره، راحت لعبت في احد الجامعات في فلوريدا، وتاخد تاني احسن لاعبه على مستوى امريكا في دوري الجامعات، يبقى ده حدث كبير لازم نقف عنده. ودي سفيره جيده جدا للمراه المصريه وللرياضه المصريه. مين هي؟ نور ياسين امين، لاعبه النادي الاهلي للكره الطائره، واحده من فتيات الذهب اللي طلعت وهي صغيره السنه اللي فاتت، راحت دوري الجامعات ولعبت في جامعه كبيره جدا هناك في جنوب فلوريدا. طب خدت ايه؟ دي طبعا صوره ياسو، اسم الدلع بتاعها ياسو على فكره، وكل الامريكان بينادوها بالاسم ده. نور عملت ايه؟ نور خدت بطوله جنوب ولايه فلوريدا، واخدت بلاير اوف ذا يير، ده على مستوى الولايه. طيب نخش على بقى كده، ولعبت في الناشونال. الناشونال ده الدوري اللي بيجمع كل الولايات. لعبت في الناشونال وتم اختيارها في الفريق الاول على مستوى امريكا. انتقوا فريق في المراكز، على فكره بتلعب في مركز ثلاثه، انتقوا احسن لعيبه في امريكا زي منتخب امريكا كده او منتخب الجامعات، اهدي صورته. منتخب الجامعات اختاروا نور ياسين امين من هذا المنتخب. طب عملت ايه كمان؟ بس كده؟ لا مش بس كده، تم اختيارها اول اوف امريكا. يعني ايه اول اوف امريكا؟ دي طبعا صوره من الماتشات، وعلى فكره نور من اللعيبه الحماسيه جدا، واختاروها اول اوف امريكا. يعني ايه؟ يعني اول ستار اوف امريكا، احسن يعني من احسن، نقول ايه، احسن لاعبات على مستوى اول ستار على امريكا كلها. طب كده بس؟ لا مش كده بس، خدت تاني افضل لاعبه على مستوى الولايات المتحده الامريكيه كلها، في مستوى الجامعات كلها تاني افضل لاعبه، وده انجاز كبير جدا، وتستحق ان احنا نشيد بيها هنا في برنامج الابطال، ونستحق ان احنا نحييها وتكون معانا. ازيك يا نور؟ السلام عليكم. الف مبروك على الالقاب الكبيره دي. ونور ياسين طبعا نجمتنا اللي بتلعب في امريكا في دوري الجامعات والمحترفه هناك، الف مبروك على الالقاب الكتيره دي يا نور. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله. يعني اقول لك يا نور ولا اقول لك يا ياسو؟ تحب انهي اسم؟ والله ما فرقتش كتير، انا نفس الشخص يعني، نور وياسو هم نفس البني ادم يعني. طيب قولي لي بقى، قولي لي انت ابتديت ازاي؟ رحت امتى وابتديت ازاي؟ والجامعه اللي انت لعبت فيها اسمها ايه؟ قولي لنا تفاصيل اكتر من ساعه ما سافرت امتى حتى الان. والله وانا كنت في بطوله العالم بتاعت الناشئين، اخر بطوله عالم حضرتها في المكسيك. فالمدربه الحمد لله كان في كابتن خالد كان هناك، وكلم المدربه وقال لها في لعيبه ثلاثات واربعات كويسه جدا، لو عايزاها اكلمها لك وبتاع وكده، وبعت لها الفيديوهات بتاعتي. وهي افتكرت، هي في الاول اصلا كان عامله حسابها ان هي هتوديني اي جامعه عاديه وبتاع وكده، عشان هي افتكرت ان مصر بقى ما فيهاش لعيبه جامده وبتاع وكده. فلما شافتني الحمد لله وبتاع وكده، فضلت مصره، مع ان انا كنت هاجي متاخر عشان بطوله العالم، فضلت مصره ان هي تجيبني، وفضلت مصره يعني، حتى كان في مشاكل حصلت في الاوراق وكده، بس فضلت مصره ان انا اجي وبتاع وكده. لما رحت بقى وابتديت معاهم وكده، طبعا السيستم كان مختلف، واولا الكوره نفسها مختلفه. انا رحت فلوريدا، فورت مايرز، في جامعه فلوريدا ساوث ويسترن كوليدج. رحت هناك عشان العب وبتاع كده. فالسيزون كان بدا، عشان انا جيت متاخر في شهر 8. تمام. السيزون كان بدا وبتاع كده وفي نص السيزون، وخدت بالظبط اسبوع، وبعديها بدات ان انا الحمد لله العب اساسي. والحمد لله اول سنه ما حصلش، يعني احنا كنا خارج التنسيق خالص، يعني ما كانش فيه اصلا تنسيق للجامعه. صحيح. كنا اوت اوف، يعني الماتشات اغلبيتها يعني كسبنا شويه وخسرنا شويه والكلام ده كله. ثاني سنه بقى الحمد لله دخلنا في التصنيف، اول تصنيف خدناه كان من 15 على الجامعات كلها، واخر تصنيف خدناه على ما اظن الثاني بعد ما دخلنا ناشونال. يعني انتوا بعد سنه وصلتوا المركز الثاني.
بعد سنه ان احنا فكره ان احنا دخلنا الثامن بعد سنه فكره ان احنا دخلنا الناشونال بي على ما اظن حاجه كبيره لانهم قعدوا يتكلموا عليها كتير قوي. ايه ده فرقه خدت سنتين بس. احنا كنا بادئين انا رحت معاهم وهما بيبتدوا لسه البروجرام بتاع البودي، فرحت معاهم وبتاع كده، فكانوا فرحانين جدا ان هم دخلوا الناشونال اللي هي دي بطوله كبيره شويه عندهم وبتاع كده، فكانوا فرحانين ان هم دخلوا الناشونال من ثاني سنه وجبنا تامن وبتاع وكده وبس خلاص. برافو. طب وليه التجربه علمتك ايه يا نور؟ يعني اكيد استفدتي سنتين هناك، اكيد استفدتي حاجه. هي اول حاجه علمتني طبعا اسلوب اللي هو يعني انا كنت راحه كنت لعيبه يعني كنت على الدرجه الاولى وكده، بس كان كابتن حمدي والناس اللي حواليا اخواتي وبتاع وكده كانوا بيراعوا فكره ان انا لسه بقى صغيره ولسه حماسيه، فكانوا بيراعوا يعني اسلوبي وبتاع. هناك الموضوع بروفيشنال اكتر، يعني الناس بتتكلم باسلوب معين، بتتمرن باسلوب معين، كل واحد انت يعني بتعتمد على نفسك 100%. انت ما رحتش التمرين حواك انت، لكن لو ما لعبتش في الماتش ده عشان انت ما رحتش، انت المسؤول عن نفسك. بس حاجه علمتني ان هو لما يبقى في نهائي حتى لو مش احنا اللي بنلعب اخر الفاينل، ما اقعدش على موبايلي واتفرج على مسلسل الاختيار، لان انا اتفرج على مسلسل الاختيار راحوا منادين اسمي وانا مش عارفه بقى بستلم جايزه ايه. فبقيت بقى قالوا لي ده انت اللي هو موضوع الاول ناشونال والكلام ده. فيعني الحمد لله اتعلمت حاجات كتير قوي، وبصراحه كانت حاجه مسليه جدا وحاجه يعني غير التسليه، وان انت بصراحه اللعبه بره حاجه يعني مميزه. علمتني برضو ان يعني في الثقافه مختلفه، الناس في مصر في ظهر بعض، الناس في مصر بتبقى ماشيه اللي هو الناس يعني الموضوع حبي قوي، ان الناس بتحبك عشان بتحبك، مشاعر اكتر في مصر. بتحب عشان انت كويس، بتحبك لطيف او بتاع، الناس بتحبك يعني انت كويس يعني انت مش كويس. لكن الناس في مصر الموضوع يعني الموضوع كان اصعب بصراحه، عشان الناس في مصر اطيب، يعني ده الناس في مصر اطيب. بس نور بتالي سامعيننا؟ نور الخط قطع ولا ايه يا جماعه؟ الو، اي سامعاني يا نور؟ اتفضلي. معلش الخط راح وجه، يعني ما تخيريش مكانك عشان ابقى سامعك. طب وليه يا نور؟ انا عايز اسالك، يعني انت على تواصل مع كابتن حمدي الصافي يعني وانت هناك دايما ولا على فترات؟ لا هو انا على فترات بصراحه، كان في الاول اتكلمت مع كابتن حمدي الصافي قبل ما اسافر وبتاع كده، وهو بصراحه يعني شجعني جدا ان انا اسافر. بس يعني في فترات مع عشان فضلت هناك في سنه كامله زياده عشان موضوع اللي هو الكوفيد وكده، ما عرفتش ارجع مصر. ف يعني ما كملتش كلام مع الناس كتير قوي. بس لما رجعت الحمد لله كابتن حمدي الصافي يعني عرض عليا ان انا اجي واتمرن مع الفرقه وبتاع وكده لغايه ما اسافر. بس للاسف ما جيت متاخر، كان اغلبيه يعني البطولات خلاص بتخلص وكده، فما عرفتش ان انا العب معاهم. مفيش مشكله، واحنا متابعينك يا نور وبنهنيك على ادائك ده. نور ياسين امين، طبعا لاعبه النادي الاهلي المحترفه في الجامعات الامريكيه للكره الطائره، بشكرك شكرا جزيلا. شفتوا نموذج مشرف، يعني الحقيقه احنا بنجيب لكم الاخبار الحصري، او احنا اول برنامج يتكلم على نور في مصر، وهنفضل كده هنربط على ايد كل مجتهد، اي حد بيمثل مصر بيمثلها بشكل مشرف الحقيقه احنا هنحط الضوء عليه وهندي له حقه.